حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت وزارة النفط في العراق أنها ستخفض صادرات البلاد من النفط الخام إلى 3,300,000 برميل يوميا في الأشهر المقبلة. وقالت الوزارة إن خفض إنتاج النفط جاء لتعويض أي زيادة مسجلة في كانون الثاني وشباط فوق حصتها المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك بلس. وأضافت أن العراق ملتزم بالخفض الطوعي المتفق عليه مع أوبك بلس، ينسق مع مصادر ثانوية ليكشف قيود التصدير في تقارير التحالف المقبلة. ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل المتوسط على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية. وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 57 سنتا لتصل إلى 80 دولارا و87 سنتا للبرميل الواحد. وارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط 57 سنتا لتصل إلى 84 دولارا و27 سنتا. وانخفضت أسعار النفط العالمي بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا علاوة على احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في الطلب على وقود الطائرات. حددت حكومة العراق أو الحكومة الحالية في العراق سعر 58,000 دينار للطن الواحد من الحنطة لموسم الحصاد 2024. واعتمدت الحكومة هذا السعر من محصول الحنطة لهذا الموسم الزراعي فقط، على أن تقوم وزارة الزراعة والتجارة بدراسة أسعار شراء الحنطة للمواسم القادمة على أسس محددة مع الأخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة. دعا اتحاد المتقاعدين في كردستان العراق الحكومتين في بغداد وأربيل للتنسيق بينهما بشأن صرف الرواتب، وهدد الاتحاد باتخاذ إجراءات أخرى في حال لم تلتزم الحكومتين أو الحكومتان بذلك، داعية حكومتي بغداد وأربيل إلى تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية والتزام بغداد بحقوق مواطني المحافظات الشمالية وعدم البحث عن أعذار وعدم جعل الوطن ضحية لصراعاتهم السياسية. قالت مجموعة البنك الدولي إنها تعتزم تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية ومثلها لدعم القطاع الخاص. وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بحسب البنك الدولي، الذي أكد أن هذه البرامج ستركز على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأن القرض سيساعد في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعما لنمو القطاع الخاص. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.